طلعت هجرنا اخي، طلعنا من القصف، من الطيران، من الحصار، يعني غصب عننا طلعنا، ما طلعنا بكيفنا، غصب اخي، صواريخ، حصار، جوع اخي، كل شيء مأساة ذقناه هون بهذا الحي. لا عندنا ملاجئ، لا عندنا شيء، لا عندنا شيان نتدارى فيه، ما عندنا اي شيء اخي. طالعين متهجرين ما عرفانين لوين رايحين، بس المهم طالعين من الجوع، من القصف، من الدمار، ما عاد عندنا شيء. شو بدي اقول لك، حاسس، ما بعرف شو بدي اقول لك، شو حاسس، يعني حاسس قلبي عم يشلع على فراء حمص، وعلى فراء اهلنا، وعلى فراء خلاننا، ما بقي حدي. الاخر هون ابو بري طالع لحاله، وهنا يشوف العالم هاي، تروح على الحاجز لهنيك تلاقيه واقفين لك هيك وعم يفتشوك، شو بدك تطالع؟ شو بدك تطالع؟ طالع طناجر؟ طالع حرامات؟ شو عم تطالع؟ يعني اذا طلعت خسرت بقول لك هاي انت بتكون سارقها؟ لك انتوا اللي عم تسرقوا البلد، انتوا اللي عم تسرقونا. اليوم الرابع او الخامس على التوالي، لا تزال هذه النيران مشتعلة تلتهم آلاف الكيلومترات من الأراضي الزراعية. إذن كما نشاهد أمامنا في الصورة، الأدخنة تتصاعد نتيجة احتراق المحاصيل الزراعية، نتيجة القصف من حواجز المغير ومن حواجز جبل زين العابدين، بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ على معظم الأراضي الزراعية التي تقع في مناطق ريف حماة الشمالي. طبعا هذه المناطق جميعها مشمولة ضمن اتفاق تخفيض التصعيد، والذي يقضي إلى وقف أطلاق النار في هذه المناطق. قوات النظام تحاول منع الأهالي هنا في ريف حماة الشمالي من جني المحاصيل الزراعية، والتي تعد مصدر رزقهم الوحيد. طبعا نذكر بأن المحاصيل التي يجب أن يتم جنيها في هذه الأوقات من العام هي الحبوب بشتى أنواعها، من القمح والشعير، الكمون، الكزبرة، الحمص، العدس، جميع هذه المزروعات يتم الآن جنيها في ريف حماة الشمالي. هناك صعوبة كبيرة في الذهاب إلى الأراضي الزراعية، جميع الأهالي هنا في ريف حماة متخوفين من القذائف التي تتساقط على الأراضي الزراعية من جبل زين العابدين. طبعا هناك جهود لفرق الدفاع المدني التي تحاول إخماد هذه الحرائق، لكن حجم هذه الحرائق أكبر من أن تستطيع فرق الدفاع المدني بالمعدات البسيطة التي تمتلكها أن تسيطر على هذه الحرائق. نزحنا برا على البرية، طلعنا ظلينا على البرية 3 أيام. بعد البرية يقولون اطلع من قرب الرقة لشمال المي، ها خيوه هناك ما بضرب. رحنا لهناك كمان بيضرب، ونقولون الطريق انفتح على الكرات، ما في طريق الا من هنا على الكرات. طلعنا عبرنا على الكرات، ها خيوه جينا سوينا رتل كامل، يعني الناسين كلياتها سووا لنا لعيون عيسى، بتنا بعيون عيسى نهارين ثلاث،
ها خير كل واحد ياخذ غرفة عبور منطقة البدية. جينا تقريبا وصلنا على حاجز الكراد، اخذوا الهواء منا وقام يدفشونا بقلب المخير. هذا يسب علينا وهذا يحكي علينا، ليش خيونا جايين تهنونا؟ خيونا طالعونا على الاراضي، اعطينا هواينا خلينا نروح على الاراضي الحر. ما لنا ما بدنا نشكو، لا تعطونا رابطه خبز، لا تعطونا، لا تطعمونا، اعطونا هواينا خلينا نروح، بيستقبلونا خلوا يرشونا غاد، يا اخي انتم ما لكم علاقه. مؤهلينا خلوا يقتلونا، ما بدنا شيء، المهم نروح على الاراضي الحر، نرجع على بلدنا. طلعنا من الرقه بمعاناه شديده جدا جدا. كل ما بنمشي مسافه يعني من السيارات بيطلع اعدادها اكثر من 200 سياره. وبنوقف على الدور وبنستنى كثير وبنوقف، ما في شيء اجراءات، بس هيك وقفه هيك وقف العالم. بعدين بمشونا بنضل نهار طبعا بننام بالشارع بنتعذب بنمرمر، معنا اطفال، معاناه شديده. وبعدين تفوتونا لجوا برجع بوقفونا مكان ثاني كمان بنتعذب كثير بنتمرمر. بعدين بياخذونا الهويات ولحد الان هوياتنا ما اخذناها. اخر شيء من كثر ما تعذبنا ظلينا 7 ايام بالمخيم، تركنا الهويات وطلعنا. حطينا مصاري كثير والله.